ده بندريتا، واحد من اشهر صناع المحتوى في الوطن العربي. قال ان هو مرهق ومكتئب جدا رغم تنزيل الفيديوهات الكتير دي. تخيل انت بقى الشخص اللي بيطلعك من الاكتئاب هو نفسه مكتئب. وقال بندريتا انه كان خلاص هينتحر لولا شاء القدر انه كلم صاحبه حسام وقال ان هو عاوز ينتحر، ولكن حسام اقنعه ان هو يروح لدكتور وفعلا اقتنع بكلامه وهو حاليا حالته مستقرة جدا. وبس كده، وما تنساش تدعو دعوة حلوة لبندريتا في الكومنتات.